امبارح كسبنا 3-0 وقدرنا نتخطى حمى البداية في دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا بفوز وأداء جيد جدا ورائع الحقيقة، خاصة في الشوط الثاني. خلينا إذا اتكلمنا زي ما حضراتكم عارفين وزي ما متعودين، إحنا لما بنيجي نتكلم دايما بنتكلم بالشكل الإيجابي. الشوط الثاني بالنسبة لنا كان واحد من أفضل الأشواط اللي لعبها النادي الأهلي. النادي الأهلي قدم عظمة كروية عشان نقدر نكسب ونحصد ونحصد أول 3 نقاط في المجموعة. و يمكن احنا دايما في الفترة الأخيرة بيصادفنا، في السنوات الأخيرة يعني، بيصادفنا سوء حظ خلال النسختين الماضيتين تحديدا في دوري المجموعات أو في دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا. من الواضح إن فريق مدياما فريق عنده طموح، فريق جيد بيقدر يلعب كرة جيدة، عنده رغبة مع السنوات القادمة، أعتقد هيكون له اسم جيد وبيلعبوا كرة جيدة على الأرض، هو من الفرق المعروفة ومن الفرق المعروفة في أفريقيا، وده كان واضح جدا في المباراة لأنه النادي الأهلي استطاع أن يحصد العديد والعديد من المكاسب الأخرى بعيدا عن الـ3 نقاط، وهي المكسب الأول واللي دايما كلنا بندور عليه، استعادة كهربا، استعادة صلاح محسن لذاكرة التهديف. كهربا سجل الهدف الأول، صلاح محسن سجل الهدف التالي الثالث ايضا. اذا كنا بنتكلم فكل التحيه لمستر كولر اللي اعاد الثقه من جديد للاعبين في انفسهم ونجح في اداره المباراه باقتدار شديد جدا جدا، وهو من امبارح الحقيقه او امبارح قدر يستفيد من عمليه التدوير اللي بيتبعها مع الفريق ومع اللاعبين. شفنا اللاعبين امبارح مستواهم في الشوط الاول يعني ها الامور نص نص، الشوط الثاني انت في مكان اخر، انت في مكان اخر. اللاعبين اللي شاركوا كبدلاء او اللي كانوا شاركوا من بدايه المباراه، اللي شاركوا مكانهم كانوا افضل وكانوا احسن وكانوا كويسين جدا زيهم زي اللي قبلهم. استمرار كالعاده تالق لمحمد الشناوي، السد المنيع في ظهر النادي الاهلي اللي بيظهر خلال هذه الفتره، واحده من افضل الفترات لمحمد الشناوي، بيظهر هذه الفتره بشكل رائع جدا. الحقيقه الفوز على ميدياما دايما او امبارح كان له إيجابيات كثيرة جدا جدا، واحد من المباريات اللي الفوز فيها في منتهى الأهمية، وجي في توقيت رائع بعد تعادل الفريق أمام الجونة في آخر مباراة قبل التوقف الدولي. فإن شاء الله ربنا يكرمنا ونقدر نكمل بهذا الشكل وبهذا المستوى. مسافرين عندنا مباراة بعد مباراة سموحة اللي هتبقى يوم الثلاث على ما أتذكر، عندنا مباراة يوم الثلاث ولا الأربع يا شباب، قولوا لي الثلاث ولا الأربع، الثلاث التلات هنلعب مباراة الأهلي مع سموحة على ملعب المقاولين العرب، وبعد كده إن شاء الله هنسافر إلى تنزانيا لملاقات يانج أفريكا.